أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة من أسس متينة من العلاقات الممتدة لأكثر من 200 عام، وما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام للدفع بها نحو مزيد من العمل المشترك على كافة الأصعدة، بما يحقق التطلعات نحو علاقات أكثر رسوخا. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في دار كلارنس صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، وذلك بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية وإلى صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، وتمنياته للمملكة المتحدة بدوام التقدم والازدهار. ونوه سموه بما وصلت إليه مستويات التعاون الثنائي من تميز وأهمية مواصلة العمل على تعزيزها على كافة الأصعدة، بما يفتح آفاقا جديدة في مسار العلاقات ويحقق النماء للبلدين والشعبين الصديقين. من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام وحرص على تعزيز علاقات البلدين على مختلف المستويات، وأبلغ سموه بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وتمنياته لمملكة البحرين دوام التقدم والنمو.